تصاعد القتال في السودان بعيد انتهاء سريان وقف إطلاق النار. مصادر أفادت بأن الجيش استولى على قاعدة النجوم العسكرية بجبل أولياء جنوب الخرطوم، والتي كانت تتمركز بها قوات الدعم السريع. وأضافت المصادر أن سلاح الجو السوداني قصف المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم واستراحة الدعم السريع في منطقة الجريف ومبنى بحي الرياض الخرطوم. كما قصف الطيران الحربي قوات الدعم السريع وارتكازات تابعة له بمنطقة الجريف جنوبي الخرطوم، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وقصفت المدفعية الثقيلة أجزاء واسعة من شمال الخرطوم بحري على شارعي المعونة والإنقاذ. وردا على قصف الطيران الحربي جنوبي الخرطوم، ردت المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع على الهجمات التي يشنها الجيش. يأتي هذا فيما أشارت مصادر بأن اشتباكات عنيفة جرت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان، فيما أشار نشطاء إلى اندلاع أعمال عنف جديدة في ولاية شمال دارفور أسفرت عن قتلى. ونفى الجيش في بيان له سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. من جهته أعلن حاكم دارفور الإقليم منطقة منكوبة، لافتا إلى وقوع انتهاكات وأعمال نهب وقتل يرتكبها المسلحون في الإقليم، لا سيما في مدينة كتم بولاية شمال دارفور. من جهته قال والي غرب دارفور إن الوضع في الولاية يشهد حالة كاملة من الانفلات، مضيفا أن مسلحين استباحوا كل شيء وباتت الأوضاع خارج السيطرة.